السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وتم الصحة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة، زيد النبي صلاة، اللهم صل وسلم بارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. ولسه متابعين مع بعضنا دورة الفراخ الساس والبيض المشعر، والنهاردة عمر الفراخ الساس والبيض المشعر 21 يوم، وهننزل تحسين اللاسوتة. تحسين اللاسوتة ده بينزل على 21 يوم، وبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفراخ كويسة جدا وماشية معايا كويس جدا، وزي ما قلت لكم فيديوهات قبل كده، الفراخ دي بعد المشاعر البرابر هسيبه من البيت، والديوك هتبعها هي والساسو. وزي ما انا قلت لكم فيديوهات قبل كده، الفراخ اللي هنسيبها للبيض لازم تاخد معانا يا جماعه التحصينات ونحصنهم كويس جدا، عشان دي للبيض يا جماعه بتاخد معانا 2 و3 و4. حجم الفراخ الساسو اكبر من الفراخ البلدي، مع ان حجمهم حلو جدا وكبير، والفراخ نفسها تجيله مش خفيفه، مع ان الكاميرا ظلمهم قدامكم طبعا باينين ان هم صغيرين، بس بالعكس هم كبار. الجرد اللي قدامكم ده يا جماعه فيه 8 لتر ميه، وهنفضي عليه كيس لبن بودر ونقلبوه كويس. ده تحسين اللاسوتة، الجزاز دي جايباها ب65 جنيه، التحسين بتاع 21 يوم، الجزاز تحته يبقى لونه احمر. اول حاجة هنفتح الغطاء لون احمر ده، انا شلت الغطاء لون احمر ده يا جماعة، وتحت الغطاء لون احمر في غطاء تاني بلاستيك، ايد ماسكة الجزازة والايد التانية ماسكة الغطاء، وهنفضي الجزازة جوه المية ونتأكد كويس جدا الجزازة فضت جوه المية، وهنقلب كويس جدا جدا. مهم حاجة يا جماعة، لازم نصر الساقات كويس جدا، والأمبول الواحد يا جماعة بيحصن 1000 طائر أو بيكفي 1000 طائر. التحصينات دي يا جماعة مهمة جدا 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 للطيور. اديت التحصين بتاع 21 يوم، اديته للطيور وبسم الله ما شاء الله بيشربوا كويس، هم عطشانين جدا جدا جدا، عشان أنا معطشان بتاع 4 ساعات بالظبط. آخر تحصين ده يا جماعة بنديله للطيور، ده آخر تحصين بتاع 21 يوم، وبعد ما يشربوه هنزل لهم رفع مناعة هأسلميا. وبعد كده ان شاء الله الفيديوهات الجايه هنمشي معاهم بالاعشاب الطبيعيه عشان تحويل الاوزان. ان شاء الله الايام اللي جايه يوم ورا يوم هنزل لكم وصفه كويسه جدا تفتح معاهم الشهيه وتحول معاهم الوزن سريع. انا غيرت العلف يا جماعه للفراخ، الاول كان بياخدوا على تركيز 23% ناعم، دلوقتي بسم الله ما شاء الله طبعا كبروا، بديت اديلهم علف تركيز 21% خشن. غيرت العلف للفراخ على عمر 19 يوم. في خطوة مهمة جدا 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 قبل ما تغيري العلف للطيور لازم تعمليها. اول حاجة عملتها مع الفراخ جوعتهم 4 ساعات، ده اول حاجة. في الوقت اللي انا مجوعة الفراخ كنت منزلالهم في المية مضاد سموم، ولو مش متوفر عندك مضاد سموم ممكن تديلهم ايه، خل، خل في المية، يعني لتر مية معاه ربع كوباية خل. الخل حلو جدا 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 للطيور، يشتغل معاكي زي مضاد السموم. وبعد كده اديت لهم علف خشن، اول ما نزلت لهم العلف الخشن اكلوه زي المنشار، بسم الله ما شاء الله اكلوه زي المنشار. ليه؟ عشان هما جعانين. طول ما انت مجوعه الفراخ لو حطيتلهم ايه هياكلوه في ساعتها، عشان هما جعانين بياكلوا اي حاجه قدامهم. يا ريت يا حبايب قلبي دعمونا باللايك والاشتراك وشجعونا كل يوم انزل لكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.